اوعى تفكر انه يوم القيامة انه انت حتتجاوز الحساب وتمشي وفي مسلم انت ظالمه، في مسلم انت اكل له حقه، في مسلم انت مغتابه ومتكلم عليه بالسوء حتكون مرهون، في مسلمة انت ضحكت عليها حتكون مرهون يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء يقال له لواء الغدر، يخرج لواء من ظهره يراه الخلق ويقال هذه غدرة بني فلان. كل إنسان أنت وعدته أخلفت معه غدرته عمدا، كل إنسان أنت عشمته وغدرتها. اوعى تفكر أن رب العالمين نسي اللي أنت عملته، وما كان ربك نسيا. يوم القيامة حتكون مرهون، كل نفس بما كسبت رهينها.